كثير يبرك عند اسكو. عندك الجرأة تقول لي شكون هي المؤثرة التونسية اللي عندك مشكل معها، وماذا بيا تحكي لي الموقف اللي صار لك معها؟ نحكي لك الموقف الساعة من بعد الاسم نقرر نشوف اسكو نقوله ولا لا. معليش قولي الاسم، احكي نبداو الموقف ما نروحو للاسم. نحكيو الموقف. الموقف كنت جاتني في بالي بروجي، بما انه انا شغل عندي علاقة وطيدة نقدر نقولوا بتونس وبالمجتمع تما. نعم. ف تما العام اللي فات، عندها عام قول ديسمبر 2023. نعم. 22 كانت عندي روحة لتونس، عندي خدمة تما، فقلت نستغل الفرصة. على هلا كنا اون كونتاكت انا وهادي بعد. قلت لها على ما نديروش فيديو، هي بصح ما كانتش جوست فيديو، شغل كانت مراها وقبلها شغل بزاف حاجات، شغل كانت راح تعاوننا بزاف انا وهي اكثر واحدة كانت راح تستفاد. مي عبد كي يبني حاجه على الطمع ولا دونك. رحنا دبرت لي سبونسور، اكبر لي سبونسور في تونس باش نخدموا معاهم مكامل، وراح نخدموا على اساس مصالح متبادله. لا انا راح نخلص، لا انت راح تخلصي، ما جيت هذوك معاونونا حاجه خفيفه، مصلحه بينا باش نخدموا. باش نخدموا حنا واش انا حابين. جبت لي الفيلم ميكرز، جبت كلش. كي كملنا صورنا وجيت خارج، صورنا في دارهم، جيت خارج قلت لي انيس كيفاش الدراهم؟ قلت لها واش من دار؟ وانا كنت بعت لها لي كابتور، بعت كاين لي كابتور بلي راني قايل لها بلي سبونسور هذا حيجي شغل لبسه الحوايج، باسكو ثاني حوايج غاليين ماشي كولابوراسيون بيناتكم. كولابوراسيون تقدر تقول، باسكو ما احنا مش حنديروا لهم بيبليسيتي ولا حاجه كبيره، وهادو معروفين ماهوش محتاجين. ف بعد هي قالت لك دراهم، قلت لها كيفاش؟ المهم تما تناقشنا في الباب تما ورحت انايا. بعد بقينا اون كونتاكت نحكي، دونك حبتني نخلصها وقالت لي بلي راه قلت لي خلصني. قلت لها اوكي، شكون هي المؤثره هذه للبروجي هذايا؟ شكون هي؟ ما معروفه، معروفه بزاف. انا ماذا بيا لو كان تقول لي شكون هي؟ لا لا ما انا ما نعرفهمش على كل حال المؤثرات التونسيات، ولكن ماذا بيا لو كان تقول لي شكون هي؟ يعرفوها. شكون؟ اعطينا اسم تاعها فقط. لا لا الاول كان غير هي بالاسم هذا. لا لا جوني اسماء تونسيات في بالي بصح، لكن ما نبيش اسكو هي مش هي. اه لا لا خلينا من نتحفظوا على نتحفظوا. نعم قول لي برك انيس، انيس المواسي تم اتهامك بالسرقة في تونس، صحيح ام خطأ؟ وحكي لنا اسكو واش صرا بالضبط. هذه هي بعد، هذه هي الحكايه. هي بعد شغل بلي راني قالت لي تحيلت عليا و هذيك زعما سرقتني، وهذه هي الحكايه. اه شغل جبتني تمسخرت بيا، صورنا وتعبت وما على باليش واش، ما على باليش واش، وشقيت. ابقي تقول لي ما خلصكش، فهي هذه نفس الحكايه بعد.